أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من بيت القصيد. شاعر اليوم جمع بين أكثر من غربة فواحدة يحملها رزقا ثقيلا على ظهره، عنوانها البلد الذي ينحدر منه، وثانية وجعه العربي أو الوجودي الذي ينتمي من خلاله إلى كل ذي جرح ومظلوم. مشاهدينا، في هذه الحلقة نطوف على جميل الشعر حين يقطفه صاحبه من شجرة الوجع وألم الترحال وحميم الغربة. معنا هنا في الاستوديو الشاعر السوري المتميز كثيرا الأستاذ حذيفة العرجي. أهلا بك حذيفة، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. سعدت بك شاعرا جيدا. نحن أكثر سعادة أكيد، نحن أكثر سعادة ومذيعا رائعا. أنا وسهلا. شكرا شكرا لك حذيفة ولتشريفك لنا في بيت القصيد اليوم. حذيفة، يعني لكل شاعر بصمة كما تعلم، بصمة ذاتية. لو أردت تقديم نفسك لقرائك بطريقة مختلفة، ترى ما الكلمات التي يمكن لك أن تقولها؟ خذ راحتك وها هي الأوراق وأنا منهم وسأستمع. ما أصعب أن يقدم المرء نفسه للآخرين، أكيد، وما أسهل أن يقدم لهم. لكن أستطيع القول أنني عابر من العابرين، سولت له نفسه أن يحتل قطعة أرض شعرية في زاوية الكون، ولكنه اصطدم بما اصطدم به بودلير من قبله، قبل أكثر من 170 عام. وبما اصطدم؟ حين أدرك أن شعراء مشهورين تقاسموا أكثر الأقاليم الشعرية ازدهارا. أعجبتني الفكرة في البدء، ثم أنني لم أستطع التملص فكتبت الشعر. أنا باختصار. عظيم جدا. إلى أولى القصائد التي تحب أن تشنف أسماعنا بها وتطرب أذاننا وقلوبنا، لك حرية ما تحب، قل ما تشاء. هذه قصيدة اسمها لقاء سريع في محطة قطار. تفضل. على غفلة منها وقفت جوارها، أريد قطاري وهي تبغي قطارها، وكنت وحيدا حين كانت قبيلة تكفكف بالكفين شعرا أحارها، تباغتها عين انتباها وخلسة، وفي القلب ما يملي علي حوارها أم النجد. لم تنبس، ولكن كأنها ببسمتها قالت فديت اصفرارها، فأومأت أن أهلا وسهلا ومرحبا بمن أظهرت منها العيون ديارها. الله. قتيلك حمصي الولادة والهوى، ولما يزل للخالدية جارها، أعيش على الآمال والشوق والأسى، وفي داخل الأحلام توقد نارها. أنا أشرب شيئا، ثم مقهى قريبة، وأشرت أن سيري، خشيت اعتذارها. غريبين كنا في بلاد غريبة، نطارد دنيا لا نطيق انتظارها. غريبين كنا في بلاد غريبة، نطارد دنيا لا نطيق انتظارها، بأعيننا خوف الحياة وأمنها، وطيف بلاد قد شهدنا احتضارها. يا الله. أيا جارة المنفى، سئمنا حياتنا، وقد تسأم الأم العجوز صغارها. يا الله. لكم أظهرت نفس رضاها بدمعة، وخارت نفوس وهي تبدي انتصارها. على رسلك المقهى هنا، فتفضلي سأسقيك موكا تدمنين مرارها. فقالت كلاما لست مقتنعا به، وبالرغم من هذا كرهت اختصارها. أفيضي علينا بالحديث، وأكثري وردي على الروح اليباب اخضرارها. أفيضي علينا بالحديث، أفيضي علينا بالحديث، وأكثري وردي على الروح اليباب اخضرارها. فلو لم يقل ربي وما هم سألته تحمل أوزار حملت ونارها. أنا يا ابنة الأعراب لست بعابر لأبقى في أنا يا ابنة الأعراب لست بعابر لأبقى ثلاثا فيك أرجو اندثارها. أنا ضيف هذا الوجه، أنتظر القرى حياة حياة، ليلها ونهارها صديقين صرنا بعد فنجان قهوة. الله. فعن روحك البيضاء ألقي خمارها، وهدي جدار الخوف بين عيوننا، كما قبلنا برلين هدت جدارها. يا الله. بقينا جلوسا نحو 10 دقائق، سلبت بها منها علي اقتدارها، إلى أن أتى ما قد نسينا انتظاره، قطار لعين رد عنها وقارها. نظرت لها حين استدارت وودعت، وقلت وقد مالت وهزت سوارها، فديتك من أنثى تذل ببينها عزيزا وإن فرت إليه أجارها. فديتك من أنثى تذل ببينها عزيزا وإن فرت إليه أجارها. أجارها. ما أجمله
من نص يا حذيفة يجمع ما بين القصة وما بين أيضا التجديد في النمط الشعري، بالإضافة أيضا إلى التمسك بالموروث والتراث الأصيل وعدم الانفكاك أو الانسلاخ عنه. بحسب اطلاعك يا حذيفة، يعني ما الذي يبحث عنه المتلقي باعتقادك من وجبات ثقافية خفيفة في الزمن المعاصر، خصوصا في ظل هيمنة التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي؟ يعني في البدء أولا يختلف المتلقي، نوع المتلقي، حتى المتلقي فيه نخبة وفيه عامة. نعم. فتحديد نوع المتلقي الذي سيتلقى هذا يعيننا على معرفة ما يحتاج. لكن أما إذا سألتني أنا عن النوع، فأنا أجد أن النوع يعتمد على أن المتلقي اليوم بشكل عام بعيدا عن التصنيف لا يبحث عن أمسيات شعرية أو محاضرات أدبية بقدر ما يبحث عن لقاءات حوارية تنساب إليه المعرفة من خلالها. وأنا هذا ما أعتبر أنه مفقود نوعا ما. جميل. طب باعتقادكم يعني انطلاقا من تجربتكم الخاصة أستاذ حذيفة، يعني هل الشاعر أسير للمتلقي أم أن النص الشعري يتجاوز فكرة من يسيطر على من إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير؟ إذا وضع الشاعر نفسه في خانة ما يطلبه القراء وفي تتبع لجمهوره، ويعرف عادة الشاعر يعرف الجمهور ماذا يريد منه. نعم. فإذا كتب ليرضيهم أضاع نفسه وخرج من 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 لعبة الشعر تماما. نعم. لكن النص بحد ذاته إذا احترم وقدم لا بد أن يصل بغض النظر أي يعني عن الأمور المحيطة به. فلماذا يفعل الشاعر بنفسه هذا ويذهب إلى إيش؟ إلى إرضاء المتلقي. وهذا يذكر بقول لبرنارد شو وصف فيه قصيدة لا يحضرني السبب الآن، أنا سأصف به الشاعر، هو أن يكون تابوتا من خشب الورد مبطنا بالحرير الفاخر أعدته سيدة لتدفن فيه كلبها. يا إلهي. فهذا مثير للسخرية أكثر من كونه مثيرا للإعجاب. فعلا. فلا يكون الشاعر أبدا خاتما في أصبع المتلقي، وليصنع هو المتلقي. أنا هذا ما أجده في هذه الحيتين. أستاذ حذيفة، وبصراحة أنت غاضب من المشهد الشعري أم راض عنه عما فيه، أم أن فكرة الغضب والرضا غير واردة في تجربتك الخاصة ولا تبحث عنها ولا تكترث إليها؟ بصراحة أعترف أنني لست مهتما بالوسط الأدبي والشعري بشكل جيد ولا مطلع بشكل جيد، وأجلس في قوقعتي الخاصة أكتب وأنشر، ولا يعنيني كثيرا ما حصل هنا وهناك. ولكن من مشاهدة عامة أعتقد أن الأوساط الأدبية يميل بي الغضب منها أكثر من الرضا عنها. وثمة أمل في الأعماق أن يكون القادم في الأوساط الأدبية خير من الذي مضى، لكن هيمنة الشلل الأدبية والجماعات على حساب الأفراد أحيانا وعلى حساب الإبداع الحقيقي وجودة النص، فقد تجد شاعرا عاديا تصنع منه شلته شاعرا عظيما يملأ الدنيا، وهو في الحقيقة شاعر جيد ممتاز قد لا يكون سيئا، ولكن يعظم من حيث لا عظمة. فأنا يعني المشهد كبير ويطول فيه الحديث، ولكن أعتقد أنني أميل إلى الغضب من المشهد الشعري أكثر من كوني راضيا. بعيدا عن الغضب، قريبا من الأمل الذي ذكرت وتحدثت عنه، والأمل كل الأمل في الشعر من جديد، ما رأيك؟ اقرأ ما تحب. هذه على لسان أنثى. تفضل. رسالة من رسائلها: أنا وذكراك والشاي الذي برد، أنا وذكراك والشاي الذي برد، غب كيفما شئت إنا هاهنا أبدا، لم يكذب الليل حين الليل أخبرني أن الذي غاب دهرا لن يعود غدا. أنا كرهتك لا أخفيك من زمن، وصرت أكره من كرهي لك البلد، ما ضر قلبك إذ أعطيته أملي، لو كان وفى لأحلامي بما وعد. الله. لقد منحتك إحساسي وعاطفتي، وما رأيت عدا الإهمال والعقد، أذقتني المرة تلو المر مبتسما، يا الله. فالآن بعدا وحرمانا عش الأبد، لو أن عمري يعود الآن عدت به كي لا أحب ولا أهدي الهوى أحدا،
فقدت نفسي لما صرت أتبعها، فعظم الله أجري في الذي فقد. فقدت نفسي لما صرت أتبعها، فعظم الله أجري في الذي فقد. كم قلت للناس إني لست أعشقه، كم قلت للناس إني لست أعشقه، خوفا على الحب كي لا ينتهي كمدا، لأننا في زمان كله حسد، صرنا نخادع حتى نتقي الحسد. يا الله. الآن قل لي، لأننا في زمان كله حسد، صرنا نخادع كي لا، صرنا نخادع حتى نتقي الحسد، صرنا نخادع. الآن قل لي، أمن أحببتها صدقت، وقدمت روحها أم قدمت جسدا؟ وهل كذبت عليها دون ما خجل، كما كذبت علينا بالبقاء أبدا؟ ما أهون الحب، في عينيك ألف يد إليك مدت، ولم تمدد إلي يدا. أنا وذكراك والشاي الذي برد، ألا تعود سألنا الواحد الأحد. أنا وذكراك والشاي الذي برد، ألا تعود سألنا الواحد الأحد. عظيم، لا فض فوق. ما شاء الله عليك يا حذيفة، لديك حس خاص، تجربة خاصة تجمع ما بين الأسلوب القصصي في القصيدة إلى جانب الذاتية الموجوعة. لماذا هذه الثنائية بقصائدك تكون حاضرة كثيرا؟ لأنني حقيقة لا أستطيع الانفصال عن الواقع، فأنا عشت واقعا فيه شيء من الوجع الذاتي، فلا بد أن ينعكس هذا، وأنا لا أستطيع أن أفعل فعل من يعني ينفصل عن واقعه تماما لينشئ قصيدة. لها بنية فنية كاملة، ومن أين أتيت إليها وجدتها تبرق. حسنت. أنا أطالب دائما بالكتابة عن الأمل، وأنا لا أملكه، فكيف أكتب عنه؟ أطالب بالتفاؤل وأنا فقير إليه، فكيف أكتب عنه؟ أحاول، قد يخرج معي نص لكن أنا لا أقتنع به، فأوثر أن أكتب ما أشعر به 100% دون أي تحرج أيا كان هذا الذي أشعر به. أنا ممكن أن تكتب من باب قاعدة تفاؤلوا بالخير تجدوه مثلا، عسى أن يحضر هذا الأمل ويكتمل هذا التفاؤل، وتغدو اللوحة بألوان قد بهية بعدما كانت رمادية. قد يكون في قصيدة طويلة أعرج ببيت أو ببيتين على شيء فيه أمل أو على شيء يدعو إلى التفاؤل، أما أن أقيم نصا كاملا يحث على التفاؤل فهذا انفصال عن الواقع أبدا. أو أن أقيم في أي غرض من الأغراض أجد أني عاجز عن الكتابة فيه وحده. أحسن. فأنا أنطلق في الغزل أجدني خرجت إلى الوجدان، إلى الوجع الشخصي، إلى السياسة، إلى الثورة، لا أستطيع التوقف في مكان واحد. يقودك القلم حيث يشاء. نعم. سنواصل في هذا الحديث الشيق إضافة إلى القصائد العذبة، ولكن لابد أن نذهب الآن إلى استراحة مع أحد الشعراء. أنا وأنت مشاهدينا ننتقل الآن إلى فقرة قصيدة للوطن، وفيها نتابع وإياكم إحدى قصائد الدكتور المرحوم بإذن الله باجة الحديثي، وفيها يتحدث عن احتلال العراق وكيف صمد العراقيون وقاوموا المحتل، وفيها كذلك يأتي على ذكر العديد من مناقب حبه لبغداد ووطنه الذي يعلو على دعوات الموت وكل مشاريع الاستبداد. إلى قصيدة الدكتور باجة الحديثي رحمه الله. قد جئت بغداد أبكيها وأعتذر، قد جئت بغداد أبكيها وأعتذر، وأسأل الدار عما خبأ القدر، وألثم الترب من شوق ومن وله، وأسكب الدمع كي يروى به الأثر، وأكظم الغيظ والأحزان تغمرني، وليس ينفع إلا السيف يشتهر. الله الله مما حل في بلدي، سيل من الظلم فوق النور ينهمر. إني حزين، إني حزين على أهلي، على وطني، على الكرام يذوب القلب ينفطر. يا ويح بغداد، يا ويح بغداد قد أرخت أعنتها للكافرين وفي إرخائها الضرر. قالوا سقطت وأيم الله هم سقطوا، والبغي مهما على يوما سينحدر.
ماذا أبثك يا بغداد من شجن والشوق يقتلني صبرا وينتحر. دنياي بعدك يا بغداد مظلمة، دنياي بعدك يا بغداد مظلمة، فقد ترد الهوى والشعر والسمر. قد كنت زاهية بالعلم زاخرة ترنو إلى مرتقاك الأنجم الزهر. بغداد بغداد يا زهرة الدنيا وبهجتها، فيك الحضارة فيك المجد يزدهر. قد هام فيها جميع الخلق من شغف، والصخر فيها شدا والرمل والشجر. إني محب لها، إني محب لها والشوق يقتلني. يا ليت شعري هل يقضى بها العمر. ناشدتك الله يا بغداد معذرة، هل تعذرين لمن قد جاء يعتذر؟ لا عذر يا صاح، لا عذر يا صاح للأحباب قد هجروا. دار الكرام زكى من طيبها الثمر. كرها رحلت، كرها رحلت وقلبي ملؤه شغف، والحب يضمر أحيانا ويدكر. عهدا علي سأبقى صامدا أبدا، ولن أسالم من جاروا ومن غدروا. عهدا علي لا لن أسالمهم لو قطعوا جسدي حتى تحرر والثوار تنتصر. أرض الحسين وأرض الطهر وأسفي، قد دنسوك فضج الركن والحجر. قد دنسوها ولم يرعوا لها ذمما، والكفر بالبغي والإرهاب يفتخر. هذا المثلث، هذا المثلث والأيام شاهدة، أبناؤه الصيد لا تلوى لهم سمر. هم الأبات، هم الأبات كمثل الأسد ثائرة، لا ترتضي الذل، لا خوف ولا حذر. أهل الحديثة أحرار بهم شمم، نفوسهم للقرى والمجد قد نذروا. قد قارعوا الظلم ما لانت قناتهم، وما استجاروا بأعداء وما مكروا. فلوجة العز، فلوجة العز سلها عن فوارسها، لا ينثنون وفي سوح الوغى صبروا. الله أكبر دوت في مساجدها، فارتد جمعهم رعبا وقد دحروا. وجه العراق بهم، وجه العراق بهم قد ظل مؤتلقا، والمجد فيهم زهى وازدانت الغرر. هم النجوم، هم النجوم أنارت كل داجية، هم المثنى وهم سعد وهم عمر. وجه العراق بهم قد ظل مؤتلقا، والمجد فيهم زهى وازدانت الغرر. هم النجوم أنارت كل داجية، هم المثنى وهم سعد وهم عمر. مثل الصحابة والكرار قائدهم لا يغلبون، وجند الله تنتصر. بغداد ثوري وسلي صارما ذربا، وزلزل الأرض حتى ينمحل أثر. بغداد بغداد ثوري وصبي فوقهم حمما، وأجج النار لا تبقي ولا تذر. بغداد ثوري وخط المجد ثانية، فالمجد فيك ومنك المجد ينتظر. فالمجد فيك ومنك المجد ينتظر. والسلام عليكم. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ومرة أخرى نرحب بكم أحبابنا متابعي بيت القصيد في كل مكان. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نعيد أن أذكركم، معنا هنا في الأستوديو الشاعر الجميل جدا من سوريا حذيفة العرجي. وربما كنت يا حذيفة موزعا على الأقطار العربية فكلها تعدها صاحبة ذات الألم في نفسك، لماذا هذا؟
كنا ننوح لجزء من خريطتنا، فكيف واليوم ما أبقوا لنا بلدا؟ أنا مقطع في كل البلاد، وأشعر أن جميع البلاد العربية تحمل ذات الأسى، فبعضها متقوقع على نفسه وبعضها انفجر. فهذا جعلني مقسم بين الجميع، وإذا نظرنا بعين أوسع فإن الجميع تحت حد السيف، وهذا يدفعني أن أتحدث بلسان الجميع لا بلسان مكان دون عن غيره. أحسنت يا حذيفة. كيف يمكن للشاعر باعتقادك أن يظل متشبثاً بالقيم وبمبادئ الحق بحيث يظل حراً لا يباع ولا يشترى؟ ما الواجب حتى يحقق الشاعر ذلك تطبيقاً لا تعليقاً فحسب؟ الدفاع عن الحق والوقوف مع هذا الحق أياً كان ومع من كان دون الالتفات لأي شيء آخر. أيضاً أعتبر أن هذا الشيء الوقوف والانحياز إلى الحق شيء نوع من أنواع الاصطفاء الإلهي. فلان لا يستطيع ولو أراد أن ينحاز إلى غير الحق، وهذا له علاقة أيضاً برأيه في طفولة هذا الشاعر وفي نوع شخصيته تشكيله منذ الصغر. أبداً تؤثر به كل العوامل التي نشأ بها. بعضهم يكون جاهز نفسياً لأن بدون أي مغريات لأن يتنازل عن كل شيء، وبعضهم لا يستطيع الانحياز إلا للحق. ولكن نصيحتي لهذا الرجل أن يحافظ على البعد بينه وبين المغريات حتى ولو وجد في نفسه الإعراض عنها. نصيحتك لحذيفة وبكل صراحة، ماذا تقول فيما يتعلق بموضوع القيمة والمبدأ وعدم التنازل؟ كن مع الله وليكن ما يكون فيما بعد. كن مع الله وليكن ما يكون فيما بعد. أحسنت قولا كما أحسنت شعرا إلى الشعر مجددا. وأقرأ علينا النص الذي تحب قراءته الآن. تفضل. فوضى. يا ساتر يا رب. كيف تنجو من الحياة وترضى؟ كيف تنجو من الحياة؟ كيف تنجو من الحياة وترضى جل هذا المحيط حولك مرضى؟ يا الله. أنت في الفخ فابتسم، إن لست تدري إن بعض العذاب للأمر أقضى ينتظاري، وأنت أدرى بروحي من ضياع إلى انهزام لفوضى. يعلم الله، يعلم الله وحده كم جدار خلف قلبي يريد أن ينقض. غير الدهر جلده فابتلينا بزمان يضج حقدا وبغضا. أين حبي؟ كيف ضاع؟ وماذا عن بلادي ومجدها حين أفضى؟ أكلتني الجراح، أكلتني الجراح يا ابنة عمي، وزمان مضى ولا يتقضى. أكلتني الجراح يا ابنة عمي وزمان مضى ولا يتقضى. وبرغم الأسى الذي في عروقي ثم شيء يشد بعضي بعضا. الله. أبحث الآن عن عدو شريف لا يحابي وليس يهتك عرضا. يا الله. عن عهود لقائد عربي لم يخنها ولم تذق منه نقضا. عن زمان يكون أعدل حكما في شعوب تذل رفعا وخفضا. عظيم. عن بلاد أعد البيت السابق. عن عهود لقائد عربي لم يخنها ولم تذق منه نقضا. عن زمان يكون أعدل حكما في شعوب تذل رفعا وخفضا. عن بلاد جرت دماها وضوءا لا بلاد ببولها تتوضى. إيه. لعبة الحظ لعبة لم أخضها. وكقومي قضيت عمري ركضا، قد نفضت اليدين من كل حب لكن القلب لم يزل بي غضا. عظيم. علمتني الحياة بعد سنين أن أحلى الحياة ما كان رفضا. لم يزل في ما يقول سترضى، رب هبني لما أؤمل نبضا. أسأل الله أن يحقق لك هذه الأماني الزاكيات وأن يخفف من هذا الوجع الممتد في روحك، وإن كان لهذا الوجع أثر عظيم من حياة الشاعر يا حذيفة. بعد هذه الوجبة الدسمة لابد أن نخرج إلى فاصل قصير، ما رأيك؟ مشاهدينا الآن إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما تبقى من حلقتنا، ابقوا معنا.
مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. مجدداً نرحب بكم أعزائنا المشاهدين ونواصل مع شاعرنا حذيفة العرجي. مجدداً حذيفة، يعني في زمن الشعوب التي تنشد الحرية ربما كان الشعراء مسلوبي الحرية مقيدين ومحاصرين، ما السبيل باعتقادك إلى كسب مساحة واسعة من الحرية وفي الإطار الذي لا يجعلنا نخسر شيئاً من أنفسنا أو ربما نخسرها كاملة؟ الاتجاه إلى صفحاتنا في مواقع التواصل فهي بمثابة الجرائد قديما، يعني الآن أنت تملك عدة صحف، صحيفة مكتوبة، صحيفة مرئية، صحيفة مسموعة، تستطيع من خلالها قول ما تريد بعيدا عن الرقباء بشكل عام. ولكن هذه الصحف بغير رئيس تحرير، أنت رئيس التحرير فيها. فإذا كنت في جغرافية تراقب حتى هذا فأنا يعني أنصح بالخروج منها إلى جغرافية تستطيع من خلالها التنفس بعمق، أو أنك ستتسبب بفقدان لجزء مهم من تجربتك الشعرية. طيب الآن بدنا نحكي عن حذيفة بشكل مباشر، يعني عن نفسك، ما هي التضحية الكبرى التي تجد أنك ملزم لنفسك بضرورة تقديمها حتى تكون راضيا عن نفسك شعرا وإنسانا؟ تضحية معينة في حياتك؟ تضحية بالمصالح الشخصية مقابل مصالحي الأدبية العامة وبمقابل المصالح العامة لأي شخص. أنا مستعد ويجب علي دائما أن أضحي بصالحي الشخصي مقابل صالح آخر هو أولى من صالحي هذا، وفي هذا الأمر يعني عناء شديد ولكني أعمل عليه دائما. عظيم عظيم يا حذيفة. الانحياز إلى جانب الشعوب، هل ترى أن هذا الانحياز يكلف الشاعر الكثير في زمن تعارض المواقف السياسية، أم أنها مسألة وقت بالنسبة لحذيفة العرجي؟ صراحة على قدر الانحياز إلى الحق يكون الثمن دائما وأبدا وأينما كان هذا الحق. أما الآراء السياسية، إذا كنت أنت في قرارة نفسك تجد أنك على الخط الصحيح فهذا أكثر ما يتغير في هذا العالم، والزمن فيما بعد كفيل بأن يطمس أوجه الباطل وأن يظهر أوجه الحق. وإن كم من شاعر شتم وسب في حياته وعرف قدره بعد موته، لأنه كان صادقا مع نفسه قبل أن يكون صادقا مع مجتمعه ثم صدق مع مجتمعه. فأنا لا يعنيني أبداً التقلب، أنا إذا آمنت بشيء واقتنعت به أنه حق أقوله أياً كان الثمن. أحسنت يا حذيفة. طيب ما هي أبرز القيم التي ترى بأنه من الواجب أن تظل حاضرة دائماً وبكثافة في القصيدة العربية، ليس فقط في قصيدة حذيفة العرجي؟ بصراحة أكثر القيم التي أنت تحفز وجودها دائماً. الأخلاق بشكل عام، الابتعاد عن كل ما هدفه المحض إثارة الجدل، يعني أنا وعدم الانفصال عن الواقع. أكثر شعراءنا اليوم للأسف منفصلون تماما عن الواقع وما يجري به، مع الأسف. يعني تجد أن قومه يعني يشربون الدماء وهو يحدثهم عن شوارع في أوروبا وأزقة لا يعرف بها إلا من ذهب إليها. هذا الانفصال إذا ابتعد وتم التركيز على مكارم الأخلاق والدفاع عن حقوق الناس وتسخير هذا أو هذه الموهبة باتجاهها الصحيح، لا بد أن يجد الشاعر مكانا في ذاكرة التاريخ ولو كان قاب قوسين. أحسنت. لأنه وقف يوما مع الحق، وكم من شاعر عرف ببيت لأنه كان دافع فيه عن حق غالبا. أحسنت. هذا رأيي في الموضوع، يعني ورأيي في شعرك أنه لا يزال شعراً مجوعاً لمستمعه، يشبه البحر كثيراً إذا ورده رجل ظامئ يزيد ظمأً فوق ظمائه. إلى قصيدة جديدة
ربما كانت مختلفة، ربما لها حكاية قبل أن تقرأها، لك حرية ما تحب قوله. عادة لا أقدم القصائد يعني، وأنا كذلك وأحب هذه الطريقة قلما، ولكن القصيدة غالبا تتحدث عن نفسها يعني. أحسن، تفضل. أصدقاء. أصدقاء. منذ قالت أريدنا أصدقاء أوقعتني بحبها السمراء، لم أقل أي كلمة ومشينا بين صمتي وبينها أشياء. إنه الحب، إن أتانا زعمنا أننا لم نشأ ونحن نشاء. عظيم. أضمري الحب إذا أردت وأخفي واضحات إذا عشقنا النساء. فيك شيء أعاد حمص لعيني وزمانا تقاسمته الدماء. كيف حمص تصير وجها لأنثى؟ إن هذا لعمري استثناء. عظيم. اخبريني، لقد أثرت فضولي، كيف حلت بوجهك الأحياء؟ أي سحر أعاد في زمانا أعدمته الظنون والأهواء؟ يا عراقية العيون هرمنا وتوالى على الجميع الشقاء. عرب نحن، واسألي نجد عنا، أمنا الشام والهوى صنعاء. الحدود التي أقيمت علينا أوهمتنا بأننا غرباء. نحن أهل وبيننا لغة لو فرقتنا الملوك والرؤساء. آدم يا ضياء قلبي أبونا ما بقينا وأمنا حواء. آدم يا ضياء قلبي أبونا ما بقينا وأمنا حواء. عظيم. يا لقاء نبيذه قيس ليلى تتهاوى أمامه الشعراء. عظيم. ما قرأنا الكؤوس إذ سكرنا وقرأنا وشربنا قالت لي السمراء. وأخيرا وجدت نصفا لنصفي وتلاقت ببعضها الأجزاء. منذ قالت أريدنا أصدقاء أوقعتني بحبها السمراء. منذ قالت أريدنا أصدقاء أهكذا الأصدقاء؟ عظيم عظيم. أهكذا الأصدقاء؟ لا والله، بل هم أفضل من ذلك بكثير. ومن الجميل أنك أيضا جئت على ذكر شيء من وجعنا العربي، أتيت على ذكر العراق، الشام، صنعاء، ولم تنفصل عن نجد التي على ما يبدو أن لها حكاية خاصة لديك. كل شاعر لديه حكاية مع بلد يكرره. أنا عشت في نجد وترعرعت فيها ولي فيها من الأحبة ما يوازي ما في بلدي بل قد يزيد. يا الله. ولي فيها من الأصفياء ما لا أحصي، وأحبها وتحبني. أكثر ما يخيفك من فكرة أنك شاعر؟ المواهب المتفرقة حول الشاعر. الشاعر بمعنى؟ الشعر موهبة، حولها مواهب أخرى، موهبة الإلقاء، موهبة انتقاء قصيدة جيدة في وقت مناسب لمتلقي واضح لي ماذا يريد. نعم. هذه المواهب المتفرقة حول الشعر هي التي تخيفني جدا، لأنني أزعم أن الشعر كموهبة قد لا يصل بالشاعر وحده. الحمد لله بالفترة الأخيرة بدأت أركز على الشعر بعيدا عن هذه. رسالة إلى شاعر يبحث عن المجد، ما الطريقة المثلى؟ وحبذا إن كان في الأمر ثمة نصيحة، ماذا يقول حذيفة؟ في لقاء لهدباء قباني قبل موتها عليها رحمة الله، قالت أن والدها قال لها نصف الموهبة الاجتهاد، وأنا أستأذنه بالربع وأقول ثلاثة أرباع الموهبة في الاجتهاد. ممتاز. أن يجتهد الشاعر، وعلى المقابل أنا أنصح بالدربة اليومية للشاعر المبتدئ، دربة النظم أولا حتى يقف على أرض الوزن ثابتا، ثم فليبحث عن الشعر. أحسنت أحسنت يا حذيفة. أكثر ما ترجوه من أجل قصيدتك حتى تظل حاضرة وحية، حدثنا الآن عن أمنيتك الخاصة من أجل القصيدة. توفيق الله سبحانه وتعالى. كم من قصيدة أعددت لها انبهار العالم فظن عليها العوام بلايك، وكم من قصيدة هربت منها بنشرها فملأت الناس، فالتف حولها الكثير. أي والله شيء عجيب. هذه مسألة عجيب. تحتاج إلى دراسة جدا، دراسة علم نفس ذوق الجمهور أمانة. يعني نص يعني تصرف عليه كبدك ربما يعني ينفض الناس عنه، ونص آخر ربما تكتبه بعد جلسة شاي سريعة. نعم. ولم تعد لمراجعتها أو إلى مراجعتها، فتجد أن الناس حفظوه عن ظهر قلب.
كل القصائد التي عرفني بها الحمد لله قرائي كانت يعني مثل ما بقول ولادة اللحظة، ولدت. هذا تصريح خطير. أكتب وهرب، كتبته وسكر خوفا. أنا جدا أتأثر بردات الفعل. طبعا ما بدي أقول لك أني أنا يعني ضد النقد، تأخذني على محور آخر، لكن أنا أتأثر يعني. لا نتحدث عن النقد، كل يوم ناس سيكون عن الشعر فقط. أتأثر كثيرا بآراء الناس. تسعدني سعادة أحدهم قرأ القصيدة فحركت شيئا في قلبه، عظيم، أو هزت الماء الراكدة في أعماقه. ولو كان رجلا استمع لي وطرب لكفاني. أحسنت يا عظيف. نريد أن تطربنا ولن نكتفي. هذه أيضا على لسان امرأة من دفتر المذكرات الخاصة لإحدى العاشقات. تفضل. للحب أخشى ولا أن تكثر الطرق، بل إن عبرنا معا هل سوف نتفق؟ يا الله. أسوف تقبلني في السلم ثائرة وطفلة طفلة غيرا ولا تثق؟ قل الحقيقة، هل حقا نشيخ معا أم سوف تضجر مني ثم نفترق؟ هذا التوافق في الأطباع بينكما، تقول أمي وإن أنجاه والغرق. أخاف صمتك يا هذا ويقتلني علمي بما تضمر الدنيا لمن عشق. رجوت قربك من ربي ويفزعني كم من أناس بما يرجون قد شرقوا. يا الله. هذه معادلة ما حلها أحد، من حاولوا حلها في جهلهم نفقوا. أخاف منك وأني أنت مصدره ضداني، بينهما لا تنفد الحرق. يا الله. تعال تعال ننصت في صمت لأنفسنا. تعال ننصت في صمت لأنفسنا عسى يفتش عن أسماعنا البزق. عظيم. إن الصداقة روح الحب، إن فقدت أقام دولته من موتها القلق. خذني على قدر قلبي واتسع، خذني على قدر قلبي واتسع. أبدا سيطر برفق كما بي يفعل الحبق. عما قريب تهب الريح ثانية وقد يبعثر فيما بيننا الورق. كل الرجال على نسوانهم كذبوا ويدعون جميعا أنهم صدقوا. أعد هذا البيت مرة ثانية. كل الرجال على نسوانهم كذبوا ويدعون جميعا أنهم صدقوا. لا تبتسم هكذا. قل ما يطمئنني بما يعاب به لا يعبأ الحذق. يا نرجسيا له عينان تفضحه، إن كنت رأسا فها إني أنا العنق. لا أشتري العشق إلا والعصا معه، من قال إني بمن أحببت أختنق. أنا التي تركع الدنيا لبسمتها وكل عين رأتني مسها أرق. أجل أخاف ولكني مغامرة، ولست آسى على من في قد علق. لا تستهن بي فإني مفردي فتن، ومن يؤمن للنيران يحترق. قل ما أردت ولكن لا تقل كذبا. قل ما أردت ولكن لا تقل كذبا، لأنني امرأة بالصدق تعتنق. الله عليك يا حذيف. الله. هذه قصيدة فيها علم نفس ذكوري واسع، وفيها اعتراف حقيقي بأن الحياة تتسع للحب، وكذلك قلب الرجل قد يتسع لأكثر من امرأة. هكذا يعني الرسالة التي وصلتني من قصيدتي. أحسنت ودمت نصيرا للرجال يا حذيفة، يعني هي طرفة لا أكثر. يقول أدونيس، يعني القصيدة الحقيقية هي التي تمنح الوجود سعة لتبدو الحياة أكثر رحابة. يعني رسالة منك إلى شاعر يتبنى نهج الإنسانية لتكون أقواله انعكاسا لأفعاله، ماذا تقول فوق قول أدونيس؟ لا أتفق مع قوله، لأنني لا أجد من وظيفة القصيدة أو مهمتها أن تحقق حلمي بحياة أوسع وأرحب. هذا يعني وإنما القصيدة يعني لها مشروع أكبر من مجرد سعة الحياة. بكثير. هي يعني ما بدي أفصل بالموضوع. ربما هو قصد سعة الحياة للجميع. هذا مفهوم وردي وليس سعة الحياة الذاتية. أنا أظن أن هذا مفهوم وردي نوعاً ما. القصيدة أفلاطونية. القصيدة طردنا أفلاطون من جمهوريته. فعلاً. القصيدة يجب أن لا تضع مساحيق التجميل على الواقع،
أن تريني الواقع على حقيقته، وأن لا تضحك علي وتؤمل وأن تؤملني وتبني لي عالما رحبا هو ليس موجود في الحقيقة. هذه قصيدة لا أعتقد أن لها مكان في ذاكرة الناس. عليها أن تعري الواقع، أن تجعل المتلقي قادرا على الثورة على واقعه. الواقع مليء بالذين يضعون له المساحيق حتى يجملونه. مهمة الشاعر أن يخصي هؤلاء الأشخاص وأن يظهر لك الواقع بشكله الحقيقي. حسنت. رسالة من الشاعر الإنسان المشتاق إلى وطنه، ما الذي تحب أن تقوله إلى سوريا التي لا تزال تنزف بصراحة؟ في حرب السبعين بعدما هزمت فرنسا، قال أحد الخطباء أو الأدباء الفرنسيين للألمان المظفرين: قد انتصرتم نعم، ولكن ليس لكم شاعر يتغنى بنصركم كما لنا شاعر يبكي على ما أصابنا ويبكينا. الله. أنا شخصيا أقول إن شاء الله أنني سأقف يوما في بلادي وسأبكي الناس سعادة بالنصر لا بالهزيمة. لعله يتحقق، وربما هذا يجعلنا راغبين بمشهد محاكاة لهذا الانتصار، عسى أن يكون واقعا لا خيالا. ونلح عليك الآن بقصيدة من أجل سوريا أو الوطن أو كل الجراح العربية النازفة، تكون عيدا لختام هذه الحلقة من بيت القصيد. والله مسك الختام نريده للوطن إن أحببت، ولك أن تختار الوطن الذي تشاء فتقرأ قصيدة عنه، ليس شرطا أن يكون الوطن الذي نعيش فيه، ربما كان الوطن الذي يعيش فينا. تفضل. والله أوطان كثيرة تعيش فينا، ولكن أنا لي قطعة صغيرة أحبها عادة، قد لا تتعلق بشكل مباشر بالوطن، ولكن نعم. تتعلق بنا جميعا أنا متأكد. لم يعد في الأرض ما يغري لنبقى، نحن لسنا داخل البحر، ولكن كلنا يا رب غرقى، بين فكي همنا ماتت شفاه، ضحكها من كل شيء كان أنقى. يا الله. هل لأننا لم نضع أقنعة كالناس دون الناس نشقى؟ لم يعد عندي لشيء قيمة لو كان عشقا، إنني أسقي طوال العمر وردا، بعض حقي أنني كالورد أسقى. بعض حقي أنني كالورد أسقى. أسقى، عسى أن يسقى هذا الورد بماء كوثر السعادة والسلام بعدما سقي طويلا بمرارة الدموع المالحة التي نزفت هما وكمدا وغيظا على كثيرين قضوا ظلما. رسالة منك إلى قصيدة لم تأتي بعد، ماذا تقول؟ تأخري ما شئت فأنا قادم. تأخري ما شئت فأنا قادم. فأنا قادم. الآن نريد قصيدة الختام، وقرأ ما تحب. ذاكرتي لا تسعفني الحقيقة كثيرا، وأنا قصرت في لا تسعفك القصيدة، لكن كمان لا تسعفك الذاكرة. 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 وإلا أنا لي قصائد الحمد لله طوال. أعرف ذلك. لكن سأقرأ عليك قطعة أخرى صغيرة أحبها. وليكن. ذات يوم قال لي حظ لشخص آخر: مت على باب مرادك، وإلى أن نلتقي كن وحيدا في حدادك. يا حبيبي لم تكن في الهجر مأساة انتظاري، إنما المأساة كانت في اعتيادك. نحن ما كنا قساة، نحن ما كنا قساة، لكن الآمال خابت، لكن الآمال خابت فانحرفنا، عشمتنا الأرض إذ كنا صغارا، كي بها نفني ونفنا. جهلنا ما كان ذنبا، ذنبنا أننا عرفنا. جهلنا ما كان ذنبا، ذنبنا أننا عرفنا. أحيانا يكون الجهل فيه شيء من الراحة، جهل بعض الحقائق بعض الفواجع، ومعرفتها يزيد الإنسان قهرا ومأساة فوق مأساته. أحسنت يا حذيفة. لعلك تحدثني الآن في ختام هذه الحلقة عن أكثر ما ترجو أن يتحقق لك في مشروعك الشعري الخاص، سواء وأنت حي أو في حياتك الأزلية الممتدة. لست من الذين يسعدون بتدريس قصائدهم، وأرى أن الشيء المقرر دائما يكون ثقيلا على النفس،
ولكنني أكون سعيدا نعم بتقرب الناس بالنصوص بمحاولة فهم كل حرف من أحرفي، لماذا أنا قلته، ما الشيء الذي عشته، ألا تخدعهم وسائل التواصل نعم بهالة معينة علي. أحسنت. وأن يقرأ الإنسان، يعني كما قال الجواهري، معلش تذكرت هذا البيت، أعيذ القوافي زاهيات المطالع أغاريد سجاع أغاريد عزاف مزامير ساجعي تكاد تحس القلب بين سطورها وتمسح بالأردان مجرى المدامع. يا الله، هذا هو الشعر. انظر كيف أمسح أنا بالأردان مجرى الدمع في عيني وفي قلبي. لن أتركك يا حذيفة، نريد أبياتا قصيرة الآن تحب أن تختم بها هذه الحلقة من ما تحفظ. قل ما تحب. أخاف عليك أن تقعي بحبي وأن تستدرجي باسم الصداقة، أنا يا أنعم الوردات شوك وصحرى لا تطاق وأنت باقة، فعدي قبل أن تهوي لألف، فدرب الحب أوله الصداقة وأوسطه كمجمله وأوسطه كآخره جنون وآخره كمجمله حماقة، فغض الطرف إن هواي مر وما نجحت معي يوما علاقة، وأنت صغيرة وهواك غض وما لك بي ولا بالحب طاقة، سأرحل قبل أن تقعي بحبي فهذا القلب لا يقوى احتراقة. سنرحل نحن أيضا، ولكن على أمل التلاقي الدائم. أستاذ حذيفة العرجي، الشاعر السوري الجميل، مضى الوقت سريعا، شكرا جزيلا لك على تشريفك لنا في استوديوهات الرافدين وهذه الحلقة من بيت القصيد. سعيد جدا بك أخي، نحن أكثر سعادة، وبالأخوة الأحبة. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. في الأسبوع المقبل بحول الله لقاؤنا وإياكم يتجدد رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.